السلام عليك يا مدير السجن. وعليك السلام أيها الغريب. سيدي، إن لي صديقا لم أره منذ زمن، قيل لي إنه موجود عندكم. إن كان صاحبك مجرما فهو بلا شك في سجني. ما اسمه؟ مانع، مانع ابن هلال. صاحبك قد جن. جن؟ مانع جن؟ نعم، إنه لا يكلم أحدا، صامت أبدا، طعامه قليل، ليس كغيره من السجناء، إنه لا يعطينا مبررا لضربه بالصوت. اجلس حتى أتيك به. أيها السجان، وغما، يا للهم الذي يعتصر قلبي. لو كان قد تفرس في خيرا لما زجرني عن الحضور عنده والأخذ عنه. لا أتين مسجد رسول الله ولا أدعون حتى يعطف قلب جعفر علي. مانع، مانع، لم يكن هكذا من قبل. قلت لك لقد جن صاحبك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد جننه هذا. صلى الله على نبيه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله. بلغني الآن أن خالك القاسم بن محمد بن أبي بكر قد اعتلت صحته وهو بين الحياة والموت. اللهم إني أسألك بحق القرآن العظيم الذي نزل به الروح الأمين وهو عندك في أم الكتاب علي حكيم، أن تشفيه بشفائك وتداويه بدوائك وتعافيه من بلائك. سنعود في المساء إن شاء الله للاطمئنان على صحته. وسنكون بصحبتك يا سيدي. عافاه الله. ماذا تفعلين هنا؟ كنت إنها تساعدني في الخياطة. لقد أمرتك ألا تخرجي من البيت. صدقت، ولكن كانت خالتي تحتاجني. خالتك؟ يا فاجرة خالتك. إذا اقتربت خطوة واحدة مني أو من زوجتك لأقطعن رأسك. لا تتهوري يا امرأة، لا تتهوري. تدخل إلى بيتي وأنت مخمور، من سيلومني إن أردلتك قتيلا في مكانك؟ ها؟ هل يعلم قائدك بما تفعل؟ ها؟ قلت لك سأخرج. اسمع، إذا عدت إلى هذا العمل الأهوج مرة ثانية لأقطعن رأسك ولا أبحث. سمعت لك ما تشائين. سأخر. ماذا فعلت يا خالة؟ كيف سأعود إليه الآن؟ لا عليك، إنه مخمور ولا يتذكر شيئا من هذا. وعلمي أن الذين يضربون نساءهم هم أحقر الرجال وأرذلهم. أكنت حقا ستقتلينه؟ بلى والله يا خديجة، بلى والله، ولا أقطعن رأسه أيضا.
إن في قلبي نارا مضطرمة لا تطفئها إلا دماء هذا القذر وأمثاله. يا الله، ما بك يا أبي؟ عدت سريعا. نعم يا ولدي، لأمر أهم. ما الذي أهمك؟ أتشعر بمرض أو تعب؟ فأنت لا تحضر إلا للصلاة المكتوبة، ولا أراك في مجلس أبي عبد الرحمن. لقد جلست جعفر بن محمد أولا. جعفر بن محمد بن علي؟ نعم، هذا الشريف ابن الشريف، وقد امتلأ قلبي من حبه. ثم ماذا يا أبتي؟ أكمل. ومنذ عرفته لهم لي إلا رؤيته والجلوس معه. تريد أن تجالس جعفر بن محمد يا أبي؟ ولكني أظنه قد تفرس بي ولم يجدني أهلا لمجالسته والأخذ عنه. ألا ترى خطر ذلك علينا؟ فقد يحسبنا جند هشام من العلويين وشيعتهم. لقد قال لي يا ولدي ما يدل على ذلك، وبين لي أن العيون ترقبه. حقا ما تقولين؟ توافقين على طلحة؟ نعم يا أبي. أليس هو الرجل الذي كنت تقولين عنه إن وجوده يعيب الرجال؟ ما الذي جرى؟ إنه ابن عمي وهو أحق الناس بي. لا أصدق ما تقولين. على أي حال هي حياتك وأنت حرة بها، ولكن أخشى أن يكون وراء الأكمة ما وراءها. اطمئن يا أبي، سأكون بخير. يا رب، أنت تعلم كم أنا نادم على ما فعلت وظلم هؤلاء الفجرة في عينيك، وتعلم ضعفي وقلة حيلتي، فأعني يا رب وأرشدني. أعود لبيتي وزوجتي وأترك هذا المظلوم يقاسي بعد أن ضحى لأجلي، أم لا أدري ماذا أفعل؟ أرشدني يا رب، يا رب. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم لك علينا يا أبا عمار؟ لا تهتمي يا خالة، وتوكل على الله. قل ولا تخجل، لقد رزقنا الله من فضله، وأريد أن أسدد ديني. حسنا، ما دام الأمر كذلك عليك 3 دراهم. تفضل، جزاك الله خيرا وأعطاك على قدر نيتك. عشتي يا خالة، رحم الله العم هاشم، فقد كان من أصدقائي أبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا الله سعيد. عليكم السلام. لقد كان القاسم بن محمد بن أبي بكر من رجال العبادة والعلم، رحمه الله. يا زرارة، لقد كان سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبو خالد الكابلي من ثقات جدي علي بن الحسين عليهما السلام. عليهما السلام. رحمه الله،
ورحم أباه. إن محمداً ابن أبي بكر كان كالولد لعلي عليه السلام، ولما بلغ خبر قتله أمير المؤمنين بكاه بحرقة وألم. هو جدي لأمي، أم فروة بنت القاسم، وهي آمنت واتقت وأحسنت، والله يحب المحسنين. لا غرو يا سيدي، فجدها محمد بن أبي بكر ربيب أمير المؤمنين عليه السلام، ولكن هل تروي عنها شيئا؟ قالت لي أمي إن أبي قد قال لها: يا أم فروة، إني لأدعو الله لمذنب شيعتنا في اليوم والليلة 1000 مرة، لأننا نحن فيما ينوبنا من الرزايا نصبر على ما نعلم من الثواب، وهم يصبرون على ما لا يعلمون. يشرب سوى الماء. لله أمره، كيف يطيق هذا؟ صائم يصلي ولا ينفتل من صلاته، حتى أنه لا يفطر إلا على الماء. إنه حفيد علي بن أبي طالب عليه السلام، فكيف لا يكون كذلك؟ ليت شعري، كيف حاله إذا صلب بالكناسة؟ زينة يا ابنتي، أصدقيني القول، ماذا دعاك؟ الزواج قسمة ونصيب، فكرت ووجدت أن ابن عمي هو الأنسب. وماذا عن صخر؟ يبقى غريبا ولا نعرفه جيدا. هذا الكلام لا يقال لأبيك. أنا أعرف أنك تستكثرين الحديث مع طلحة، الآن تريدين أن تتزوجي به؟ زينة، افتحي قلبك لأبيك يا ابنتي. أذكرك من هو طلحة؟ نذير الشؤم الذي توفيت والدته يوم ولادته. أذكرك؟ هذا ما كتب عليها، لماذا يتحمل ذنب وفاتها؟ ووفاة أخي أبي بعد فترة من ولادته ألا تعني لك شيئا؟ تعني لي أنه يتيم، ولنا الأجر والثواب إن صار واحدا منا. هو واحد منا حقا، أعطيه مالا، أعطيه أملاكا، ولو أنني أعلم أنه سيبددها كما حصصني على أملاك أبيه وبددها، ولكنني والله لا أحب أن يكون زوجا لابنتي. كما قلت لك يا أبي، الزواج قسمة ونصيب، وأنا أريد ابن عمي طلحة. والله لا أكاد أصدق ما أسمع. كتاب من الشام، من الخليفة هشام.
يقلقني ما أسمعه عن تحركات زيد بن علي في الكوفة وسائر العراق. تتبع خطى زيد بن علي في الليل والنهار وأخبروني بكل صغيرة وكبيرة. والله لقد وضع الخليفة حملا ثقيلا في رقبتي. يا قائد الجند، أبلغ عيوننا بمتابعة زيد ورصده. أمر مولاي. تفضل يا صخر، تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام الله. اسمعني جيدا يا بني يا صخر، والله ما سأقوله يعادل قساوة الموت. ما ستقوله سيف على رقبتي، أيا كانت مضامينه ومعانيه. الزواج يا بني قسمة مكتوبة، ولا أدري ما الذي حدث حتى غيرت رأيها. صدقت، الزواج قسمة مكتوبة من الله. بإذنك يا عم. رفقتك السلامة يا بني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عليك يا سيدتي، خرج صخر وكأن الدنيا انهارت أمام عينيه. اذهبي يا لؤلؤ وابحثي عن عمل تقومين به. هيا. السلام عليكم. ما لك يا أبا مهزم؟ لقد أغلطت في الكلام مع أمك ليلة أمس. جعلت فداك، والله لم يسمع أحد ما دار بيننا، فمن أخبرك؟ أما علمت يا أبا مهزم أن بطنها منزل قد سكنته، وأن حجرها مهد قد غمسته، وأن ثديها وعاء وغذاء قد شربته؟ لا تغلظ لها بعد اليوم يا أبا مهزم، واعتذر لها عسى أن تصفح عنك. ما بك يا صخر؟ بي كل شيء، بي ما يفجر الجبال ويجعلها براكين لا تهدأ. براكين؟ أكل هذا بك وأنت جالس؟ صدقت، أنا جالس. أفهمني إذن، ما بك؟ ليتني أعرف، لسهلت علي الإجابة. الآن فهمت، سأذهب أنا إليها.
ترصدنا يا أبا عبد الله؟ لا عليك يا أبا بصير، فهذا دين ملوك بني أمية مع أئمة أهل البيت وشيعتهم. القسمة والنصيب يا مسبت. انتظر لأحضر لك الطعام. لا رغبة لي بطعامكم. جن مانع، أفقدوه عقله. كيف؟ ليس الأول ولن يكون آخر من يجن في هذا السجن اللعين. فهم يضربونهم ويعذبونهم ويمنعون عنهم الطعام، وأكثر من ذلك مما تقشعر له الأبدان. سنوات طويلة وأنا أخافهم. أحب أن أغير عملي لكنني أخافهم. كيف لي أن أخرجه؟ لماذا تريد أن تخرجه؟ فالأمر للمجنون سيان، سواء في بيته أو في السجن. هل تساعدني على تهريبه؟ إياك أن تنطق بمثل هذا، فأنا من شرطة الخليفة ولست بخائن. لولا أن نصيرا هو من بعث بك إلي لكان للحديث منحا آخر. اكتب يا جابر، فإن لما تكتبه وما تفعله أثر عظيم لن يحصر بين هذه الجدران الأربعة، فاستمع لما أقوله لك واكتب.
ما أكثر ما يخافه العالم والمتعلم؟ أن يفقدوا كتبهم يا سيدي؟ أصبت. سأعلمك صنع ورق لا يحترق حتى بالنار. كم أنا متلهف لتعلم ذلك يا سيدي. إذن أكتب. لست الذي اصمت. ما الذي جاء بك إلى بغداد؟ سأقول لك قصتي، إما أن تكتمها أو أقتلك. اسمع، أنا لست بصهلوك، وإنما كنت مديرا من مدراء سجن بغداد. سجن بغداد؟ نعم، عندما رأيت ظلمهم نفذ صبري، فتمردت عليهم فأحرقوا داري وقتلوا زوجتي. هل تساعدني على تهريب صاحبي من السجن؟ صاحبك؟ أنا هنا أبحث عن طريقة لتهريب صاحبي من السجن، وأنت مدير السجن فيما مضى. ترى هي مصادفة أم أن الله جمعنا لسبب؟ أنا لست هنا لألفت النظر إلى وجودي، فأنا مطلوب وقد أقتل بمجرد أن يعرف الشرطة والجند عني، فلا تضعني ضمن خططك. لننسى أننا نعرف بعضنا، فهذا ليس في صالحك ولا صالحي. خديجة، خديجة، تعال. ما هذا؟ ماذا تقصد؟ لقد وجدتها بجانبي على الفراش. هل أنت خائفة؟ ها؟ نعم، سمعت أصواتا تلك الليلة وأنت لم تكن موجودة. أحضرت سكينا وكنت خائفة، يبدو أني نسيتها. لا تقلقي، فاللصوص لا يجرؤون على اقتحام داري. اطمئني، نحن نعيش في حي آمن. خذيها. سيدي، لقد جاءوا بالمتمردين. المتمردين؟ خذهم للاستحمام ثم هاتهم بعد ذلك.
لم يسبق لنا أن فعلنا ذلك مع أحد من السجناء قبلا يا سيدي. إذا كنت ترغب بأن تكون معهم أسمعني صوتك مرة أخرى معترضا. هذا سجني وأنا أفعل فيه ما أراه مناسبا. هيا. ألا تريد أن نأخذهم إلى النزل لينالوا ويأكلوا طعامهم ونحن نحبسهم؟ هيا كلاب هيا هيا هيا. ما اسمك؟ أحمد بن مالك. وما هي تهمتك؟ قتلت سيدي وسرقت ماله فقبض عليه الجيران. خذ التالي. ما اسمك يا هذا؟ أشبني؟ لن أقول اسمي. انتظر واسمع. وما هي تهمته؟ أما اسمه فلا نعرفه، وأما تهمته فتقول العيون إنه يتردد على دار محمد بن علي، وعندما سألناه عن اسمه لم يجب حتى الآن. محمد بن علي؟ وهل الدخول إلى داره جريمة؟ خذ وأعطني بالتالي. جاء بك إلى هنا؟ لقد أخذ الجنود من أبي كل ماله، قالوا أنت تذهب به لزيد بن علي، والله يشهد بأن أبي لم يرى زيدا في حياته. ماذا فعل؟ لقد ضربت الشرطة أباه بالصوت ليكشف لهم عن مكان الأموال، فهجم على الشرطة وضرب بعضهم. ولكن هذا جاري، وأنا أعلم يقينا أنه لا يعرف زيدا بن علي. عد إلى أهلك. ومن أنت حتى تأمر بإخراجه بعد أن أمر القاضي بسجنه؟ أخرج. لئن رفعت صوتك في وجهي مرة أخرى لأقطعن لسانك يا كلب. أخرج. يا فتى، أين أهل هذا البيت؟ لقد ماتوا جميعا. ماتوا؟ من أنت؟ أنا أريد أن أبتاع بيتا وأسأل عن هذا البيت. دعك عن هذا البيت وابحث عن غيره، فإن له أهلا نرجو أن يعودوا. ولكن أين أهله؟ اسأل البقال. كم هذه الفاكهة؟ بنصف درهم. أعطني واحدة يا عم. لا عليك، خذ. سلمت يدك. لمن هذا الولد؟ هذا ابن أحد جيراننا، وهو ولد مسكين. مسكين؟ لماذا؟ لقد طرد أبوه من الشرطة، لقد كان خائنا، وأمه احترقت وماتت أيضا. ولماذا يعرج؟ وما الذي أعطب يده؟ لقد أكثرت السؤال يا هذا. بالله عليك، لقد شغلني الولد، قل لي ما هي علة عرجه. لقد عذبه جنود الخليفة في السجن ليدلهم على مكان والده. امضي يا أخي ولا تكثر، فالعيون في كل مكان.
السلام عليكم يا عمه. اهلا ابن اخي اهلا. تفضل. عمه، متى سنعقد القران؟ قران؟ قران من؟ انا وزينة. عندما تشاء زينة. اكتب الى عاصم بن عبد الله، ان لحق بالجنيد وبه رمق فليقتل. اكتب هذا وارسله في الحال. ما الذي اغضبك يا امير المؤمنين؟ نرسلهم ليقاتلوا اعداءنا من اجل دولتنا، ونجزل لهم العطايا فيتزوجون من بنات عدونا. من هم يا أبتي؟ الجنيد. الجنيد بن عبد الرحمن. أنا معك. نعم، أنا معك. سنخلص صاحبك من سجن هؤلاء الظلمة، بل سنهرب ما استطعنا من السجناء. هم لا يرحموننا ونحن لن نرحمهم. لن أخرج من بيتي ما دام في جسدي روح وعرق ينبض بالحياة. اخرجي يا خالة، اخرجي، وإلا سيحرقون دارك كما فعلوا من قبل. اخرجي. قل لي يا عطية، ما هي قصة صاحبك الذي تبحث عنه؟ لا أدري من أين أبدأ. مختصر القول إن الرجل افتداني بنفسه. أيعقل أنه ما زال بيننا من هو مثله؟ ما زالت الدنيا بخير يا أخي ما دام فيها أمثال مانع. هل يجوز أن تقول هذا الكلام عن امرأة أكبر من أمك سنا؟ أخرسي وأجيبي. لا أعرف عنها شيئا منذ ذلك اليوم. ستسمعين أخبارها عما قريب. تمت الخطوة الأولى والحمد لله، فاستعدي يا قرية لما سيأتيك من أنباء. يا رب وفقني لما أصبو إليه. قل لي يا أبا إسحاق، فأنا لست سيدا لك. أما الذي جاء بي إلى هنا فهو الانتقام لكل من ظلمه بنو أمية. ماذا؟ أتريد مالا مقابل صمتك؟ أهكذا يكون الرجال؟ لا، ولا مثلك يكون الرجال أيضا. فهل هناك فرق بيني وبينك؟ هل أجد سكنا عندكم لي؟ هذا أفضل خان في بغداد. أتريد أن أعطيك غرفة أم سريرا؟ لا، أريد أن أشتري الخانة كلها. كلها؟ بمن فيه؟ وما تفعل بمن فيه؟ أما هذا فسيحملني أينما ذهبت. وذاك؟ ما هذا؟ رمنته عمودا. هل هذا إنسان مثلنا؟ لن أسكن هذا في خاني، فأنا أخاف منه. وإذا خاف رب الخان من أهل الخان ماذا يحدث؟ لا أدري.